الروايه الاخرى فيها جانب نسائي، انه يعني ان وزير قوي كان هو الاقوى شك في علاقه عاطفيه بينه وبين احدى زوجاته، يعني الزوجه الثانيه تحديدا يعني. ففي وضع مملوكي كما تعرفين، فيعني خلاص كان لازم يعني لازم يصفوا حاجه لحساب حد. الواد الصحفي اللي بص لمراتي لازم اخلص عليه، هو فاكرها وكاله من غير بواب ولا ايه؟ حد يجيبهولي بسرعه. صحفي عاكس مرات حبيب العدلي وحلف ما يسيبه في حاله. يا ترى ايه حكايه الصحفي ده وحبيب العدلي عمل فيه ايه؟ كان مجنون بحبها، واي حد يقرب منها كان بيمحيه من على وش الارض، وده بالظبط اللي عمله مع الصحفي رضا هلال بعد تنحي الرئيس مبارك في 2011 والقبض على حبيب العدلي وزير الداخليه وقتها. بدأت دفاتره المستخبية تظهر، وكان من ضمن القضايا المتهم فيها قضية قتل الصحفي رضا هلال. وقتها وكيل النيابة استدعى إلهام شرشر مرات حبيب العدلي وقال لها إيه ردك على اتهام زوجك بأنه خلص على الصحفي رضا هلال ودوب جثته بالجير الحي؟ إلهام ردت وقالت أنا ما عنديش معلومة حقيقية. وكيل النيابة قال لها إزاي وإنت كنت على علاقة بيه؟ وده اللي اثبتته الرسائل اللي بعتها لك على الانسر ماشين وانت بتهدديه فيهم، وكان في رساله من ضمن الرسائل بتقولي له كلمني ضروري. الهام ارتبكت ووشها جاب الوان، وكمل وكيل النيابه كلامه وسالها سؤال جاب الخلاصه وقال لها هو كان في علاقه عاطفيه بينك وبين الصحفي وحبيب العدل عرف بيها علشان كده خلص عليه؟ الهام اتصدمت من السؤال، وبعد ما سكتت لدقايق ردت رد غير متوقع. الحكاية كلها بدأت في يوم لما كان الصحفي الكبير رضا هلال نائب رئيس تحرير الأهرام مروح بيته بعد يوم شغل طويل، وهو مروح طلب دليفري يوصله على البيت من المطعم اللي متعود ياكل من عنده، وبعد ما وصل العمارة اللي ساكن فيها وقبل ما يطلع بيته اختفى رضا هلال فص ملح وداب يوم في شهر في سنة في التانية مالوش أي أثر. وكانت قضية اختفاء زيها زي أي قضية لحد ما تحولت سنة 2009 لقضية رأي عام بعد ما خرج أخو الصحفي رضا هلال وفجر القنبلة اللي خلت النيابة تفتح التحقيق في القضية مرة تانية. وقتها خرج أخو رضا هلال وقال إن جات له مكالمة من رقم مجهول بيقول له إن أخوه محبوس في سجن برج العرب في اسكندرية وإنه مش هيخرج ولا هيشوف النور طول ما حبيب العدل هو وزير الداخلية. وقتها النيابة خطبت إدارة السجن اللي أنكرت إن رضا هلال موجود هناك. وكيل النيابة سأل أخو رضا لو عنده أي دليل تاني، قال له إنه عنده مكالمتين على الأنسر ماشين من واحدة ست بتقول لرضا أنت قافل تليفونك ليه؟ كلمني ضروري. والرسالة التانية بتقول له هي حصلت؟ ما كانش ينفع الموضوع يوصل لمبارك وعيلته. أخو رضا طبعاً قال لوكيل النيابة إن الست دي هي إلهام شرشر مرات حبيب العدلي. وقتها سربت الأخبار دي وانتشرت في كل جرايد مصر، واتقال إن رضا هلال كان على علاقة عاطفية بإلهام شرشر قبل ما تتجوز حبيب العدلي، ولما انفصلت إلهام عن حبيب وقتها رضا حاول يرجع لها مرة تانية، لكن كانت رجعت وقتها لحبيب تاني اللي لما عرف قال إزاي الواد ده يبص لمراتي، وأمر رجالته إنهم يخطفوا رضا هلال ويدوله على القمود. اتوفى بسببها، وعلشان يخلص من الدليل دوب جثته في الجير الحي، لكن الرواية دي ما كانش في أي دليل ملموس عليها، علشان كده النيابة قفلت التحقيق لحد ما جت سنة 2011. وبعد تنحي مبارك وسجن حبيب العدلي أسرة رضا هلال قررت تفتح التحقيق تاني، وقتها وكيل النيابة استدعى إلهام شرشر ووجه لها بالتهمة. إلهام ردت وقالت له مفيش علاقة عاطفية ولا حاجة، وأنا ورضا كانت بتجمعنا علاقة زمالة مش أكتر، وكل اللي بيتقال ده إشاعات. وقتها النيابة أفرجت عنها لأن ما كانش فيه دليل كافي.